جزا الله خيرا الإخوة الذين تحدثوا على ما ذكروا الناس به وبينوا من أمر العقيدة والتوحيد. وذي يا جماعة دعوة الرسل، الموضوع ده موضوع العقيدة والتوحيد، وكل مرة الناس تكرروا دي دعوة الرسل. عشان كذي قوم نوح عليه السلام قالوا لنوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قالوا كترت علينا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفي آية يقولون فيها كما ذكر الله تعالى عنهم، عن هذا الصنف من الخلق على مر الدهور والأزمنة في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فالموضوع ده يا جماعة والله أنا أسف أستغرب، أنا ذاتي ما دار أتكلم كثير، دار أتكلم 4 ولا 5 دقائق، لكن والله بتعجب كل العجب من زول بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش هو قال بلسانه، تجي تشرح عليه وبيصرخ. هسي ده فهمه شنو يعني؟ زول قال أنا من ريخابي، قالوا المريخ ده فيه فلان وفلان وفلان وفلان، ده بيتضايق؟ وش مفروض ما يتضايق؟ ما يتضايق. زول قال أنا هلالابي، قالوا الهلال ده فيه فلان وفلان وفلان وفلان، ده في داعي يتضايق؟ وش مفروض يكون زول عادي زي؟ زول قال أشهد أن لا إله إلا الله، دار يشرحوها له يصرخ؟ هسي ده ما عيان؟ دول عيان في نهاية المطاف، أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أهم معناه شنو؟ لا إله إلا الله دي بس كلام زاي؟ ما قالوها ناس والله دخلونا النار، في ناس قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار لأنه خالفوها. وين الكلام ده في القرآن؟ قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انت لا إله إلا الله دي باختصار معناه ما في معبود بحق إلا الله تعالى بس، ودي دعوتنا يا جماعة، ما في شيء جديد والله. لا نحن سودانيين زي السودانيين، شغالين في السوق زي الناس شغالين، متزوجين زي الناس متزوجين، ما في فرق. ما في ناس من ما نجي يكشفوا جماعة جو نحن جايين من كابتن ماجد، ما ناس سودانيين زيك. ها هسي بنبسوا جماعة، قالوا شنو؟ كذا أذكر لي 3 من النبز، قالوا شنو؟ في زول هنا جماعة ذكروا أم زول تاني، الله يسألكم، في زول جابوا اسم أم زول، جاب اسم أخذ زول، ما في كلام. والناس دي قاعدة يعني لو زول بينبز الناس دي ما كان دقوا، الناس الواقفة دي ما كان دقوا، كان الناس دي بتميز. انت داير تربط عقول الناس، زول قال لك فلان مات، انت باختصار كذي فلان ده مات ولا ما مات؟ مات خلاص، هو قال لك فلان مات، هو في الحقيقة فعلا مات. الزول ما قال لك فلان مات وحي، يعني لما نقولوا البرعي مات، طبعا في ناس هسه مما تجيب الاسم ده بيستحضر طوالي، لانه ده الستارتر بتاعه، مما شفته تهبشه كذي ور بيدور طوالي، ما شفته في التوك توك ور بيدور. الجماعه ده الستارتر بتاعه البرع، نحن ما نبقى قلنا البرع اذا مات، انت عندك البرع حي ولا ميت؟ بالراحه كذي ركز كذي، مش مات. الله قال في القران: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وزولك ده مات، أها الله قال اعتمدوا على الحي المبموت، وزولك مات، أها رأيك شنو؟ نعتمد على الله ولا على فلان المادة؟
على فلان المات. وبعدين يا جماعة باختصار كذي من غير أي شتيمة براحة كذي، الميت ده لما يموت مش في حاجة اسمها صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة دي مش دعاء؟ هذول أربعة تكبيرات، تكبيرة بيقرأ سورة الفاتحة، تكبيرة الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة مش بيدعو للميت؟ اللهم اغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله إلى آخره، صح ولا ما صح؟ طيب أنت معناه الميت ده، الميت ده معناه أنت بتدعو له، صح ولا ما صح يا جماعة؟ الميت ده معناه أنت بتدعو له. طالما أنت بتدعو له كيف أنت تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى؟ هو مات يعني عمله انقطع، يعني الزول ده صحيفته طواه طق، وانت صحيفتك هسي مفتوحه، وهو زولك ده صحيفته طواه طق، يعني هو محتاج انت تدعو له مش هو يدعو لك. والكلام اللي بنقوله ده ما كلام من راسنا، في صحيح مسلم حديث الناس دي كانت يمكن حافظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان، في ناس بيقولوا اذا مات ابن ادم، في صحيح مسلم اذا مات الانسان انقطع شنو عمله. انا داير افهم الناس ذيل ما انتوا، انتوا ما تراون احسابكم موحدين، لكن الناس اللي بيمشوا ليه ده يا فلان ولدي نجحوا لي، ينجحوا كيف؟ انا داير اعرف. وده ذاته خش امتحان ولا ما خش الميت ده امتحان؟ وده ذاته خش امتحان، تقول لي نجحني وظهري موجعني، وده ظهر وده مات مره واحده، انت ترى ظهرك بتحركه وده مات عزيز براحه كده. قال لك اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، الثلاثه ديل فين؟ واحد انك تناديه وهو ينادي لك الله، ما في الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح. شنو يدعو له؟ الولد الصالح بيدعو للميت مش الميت بيدعو للولد، انت ركز بالراحة. احنا ما نشوف كلامنا ده والله ما فيه نقطة شتيمة ولا نقطة نبذ. ايوه المسألة دي جزاك الله خير، وان كان انا والله مستعجل لاحق محاضرة، لكن وعدنا الناس من المرة الفاتت مسألة اين الله، وبعد ذاك نختم الحديث لانه انا كلامي اصلا تم. مسألة أين الله ده يا جماعة ده حديث في موطأ الإمام مالك، مش الإمام مالك عنده كتاب الموطأ؟ أرجع لو لقيت الحديث ده فيه خلاص، لو ما لقيته فيه تعال المرة الجاية كذبنا نحن. الحديث ده في موطأ الإمام مالك في باب العتق، وهو في صحيح مسلم أيضا عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. معاوية ابن الحكم السلمي عنده جارية بيت، والبيت دي بترعى الغنم، ركزوا معاي كويس. ميكروفون ده انا ما عارف الحاصل على شنو، الله يجيرنا ويجيره، لكن في نهاية المطاف تركزوا معانا صوتي بتسمعوا ان شاء الله. اي دقيقة، معاوية بن الحكم السلمي يا جماعة رضي الله عنه عنده جارية، والجارية دي بترعى الغنم، يوم مشت رعت الغنم فافتقدت شاة، يعني في غنمايه شنو راحت او فقدتها، فجاءت فاخبرت معاويه رضي الله عنه، قال فاصابني ما يصيب البشر يعني من الغضب، قال فلطمتها لطمه رضي الله عنه، ولانه الصحابه بخافوا الله وعندهم ورع طوال راجع نفسه، وقام قال شنو؟ قال اعتقى عشان يكفر عن انه شنو لطمة هي جارية، قام دار اعتقى يعني يقول لا امشي انت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى، وجارية اشتراها بقروش زمان الكلام ده، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين. قبل ما نقول السؤالين ديل، السؤالين ديل، السؤالان ديل سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام للجارية، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو سأل السؤالين. لو أنا سألت السؤالين ديل بكون أنا ضال؟ شيء الرسول قاله لو أنا قلته بكون ضال يا جماعة؟
صلى الله عليه وسلم قال لك كلام، لو أنا قلت بكون ضال أنت بتكون ضال عند القوم ديل، أنت عارف خلافهم مع الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤالين، قال لا أين الله، ده السؤال الأول، قال لا أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. زول لو عقيدت الله في السماء والرسول رسول، ده مؤمن ولا ما مؤمن؟ مؤمن. انت كيف تقول ده كافر وده مجسم وده عمل؟ والرسول قال لا أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، انتهى الكلام. وعشا كده السماوات دي، نحن عقيدتنا السماوات دي سبعة، سبعة شداد، فوق ليه سدرة المنتهى، فوق ليه العرش، ده أعظم مخلوق، العرش ده أكبر من السماوات وإلى آخر، هناك فوق العرش رب العرش سبحانه وتعالى، دي عقيدتنا. وين الدليل؟ في القرآن في سبعة مواضع الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، استوى على العرش دي جاءت في القرآن في سبع مواضع. والله سبحانه وتعالى قال عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، والله قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ هذه بالراحه كده، مش من تحت لفوق. قال لي يا عيسى إني متوفيك ورافعك شنو؟ إلي. القرآن ذا يثبت العلو، القرآن ذاته مش كلام الله. وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل، النزول من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ من فوق لتحت. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وحديث كثير الراحمون يرحمه الرحمن، شو الحديث ده الناس تحافظه، ارحموا من في الأرض يرحمكم شنو؟ من في السماء، منو يرحمكم من في السماء؟ ده منو؟ ده الله. تقول لي يقول لك الله في كل مكان، بعلمه في كل مكان، أي مكان الله بيعلمه، لكن بذاته فوق أي شيء، فهمت المسألة؟ يقول لك الله في كل ما أنت هلا من تدعو بتدعو عليه وين؟ من تدعو يدك دي بترفع عليه وين؟ ما يرفع عليه فوق؟ ولا بتعمل كذي في الدعاء؟ تعمل كذي أنت؟ ولا بترفع فوق؟ ترفع فوق معناه الله فوق. وتلقى يا أهل الميكانيكي في السوق، ميكانيكية ما فيه ما عيب الشغل، ميكانيكي ذاته يقول له والله يأشر فوق. الصوفي ده ذاته المعترض كان جاء وطرش قال له لله بأشر لي فوق، يقول لك كريم، أشرح للأطرش إنه الله كريم، أشرح عليه بدي أشر عليه وين؟ ما عارفة. كذين إحنا نقول نحن كعبين أبو ديقن ده أزال شافعك ده، شافعك ده لا عنده ديقن لا شنب، شافعك ذاته في البيت، عليك الله أي واحد فيكم يا جماعة الليلة بعد يصل البيت. الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، أسأل أي شافع تلاقيه في الشارع بس ما يكون جمه محل حولية ولا مهيوبة ولا عصيدة ناشفة، بس يكون شافع ساي بس، أسأله بس قول له الله وين؟ قول لك فوق. يا واحد في السلمة قال في اسمه حسن، قال لي في شافع عمره 4 سنة بتاع فلسفة شفته، قال لي سؤال يسألوا إلا يتفلسف فيه، قال جو قال لي يا شافع يا جنة الله وين؟ قال عمل لهم كي يعني حيكون وين؟ ما فوق، قال لهم والله ما بتعفل. ودي فطرة يا جماعة، أصله أنت قلبك ده بتلقاه متوجه وين؟ فوق يا أخي، ده عقيدة يا أخي، أي زول يعرفه ولا داير نقاش كثير يا أخي، الناس يا أخي لليلة بيسألوا. ولذلك العقيدة في الله تكون صحيحة يا جماعة، الله عظيم والله كريم، والناس مهما أذنبت ترجع إلى الله. والله الزنا والسكر وشرب الخمر وشرب بنجو والعصا، الله ده اسمه الغفور صح ولا ما صح؟ واسمه الرحمن الرحيم. اوعك تجعل بينك وبينه وسائط، امشي لي عديل يا الله اغفر لي وتجاوز عني وارحمني وكذا وكذا،
وأبشرك، دي كلمة أخيرة. شفت الدعوة اللي ما بينا الناس ديل؟ والله ما مشي. شفت دعوة الله قال والرسول قال دي صلى الله عليه وسلم ماشى يا غناز أخونا أحمد ديل أنه انحلق في الحلفاية. والله الذي رفع السماء لو كلامي ده كذب الله يدخلني النار. الليلة دي اتصل بي واحد اسمه وليد من السعودية، قال لي نحن كنا رمتالة وانتوا بتجوا في حلقة هناك الحلفاية وكنت خالط لي مع بيت قاعدين والدبرك وبدع شوية بتونا الزوق والبيت ووك، قال لي بنسمع كلام كنت ونمشي نقول كلام فارغ. قال لي يوم بس قعدت أفكر كلام ده كذا وكذا، قال لي سانة تبت واستغيمت وبقيت تمام الحمد لله. ومرة بتبيع دار دمة في الحلقة هناك، والله الذي لا إله غيره أحمد ده تكلم معاه قال بتسمع. مرة بتاعت شاي هناك في العزبة دي بتقفل بعد تنتهي الحلقة بالليل، قالوا لا انت بتتأخر ليه؟ قالت بسمع للنازل. والله والله الذي لا إله غيره قالت بسمع للنازل. واحد قال لا استفدت شنو؟ قالت لا استفدنا حاجات كثيرة ما عارفينها يا أخي، ناس دي فيها خير والله قاعدين، واحد بتاع طماطم بيجي بيستفيد، بتاع شاي بمرة بتستفيد، ناس في المواصلات بالقزاز بيسمعوا بيستفيدوا، والأمة دي فيها خير. أنا والله قدر ما أجي الشعب ده ألقى شباب واحدين مفلفلين قاعدين يسمعوا في الدين، ومرات أخواننا يقولوا كلام حاد وكلام شديد وكلام قد يكون بعضه فيه حرج، الله يوفقهم ونحسبهم. بعد ده الناس قاعدة تسمع ده إن دل نحسب يدل على إنه الناس دي دايرة الدين وبتحب الدين. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمع الناس في هذا المكان أن يجمعنا في دار الكرامة مع النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا على سر متقابلين.